أنا أشوف المهرجان ولد شابا، بداية جيدة. عادة المهرجانات تبدأ ضعيفة، حضور إعلامي ضعيف وتكبر مع الأيام. مهرجان العلا ولد شابا، أتصور إن شاء الله أنه خلال 3-4 سنوات بيكون له شأن عظيم. عبد الرحمن، كيف شفت المهرجان؟ والله شفت المهرجان فرصة طيبة للمصدرين أنهم يلقوا البرلي في تحت مظلة مهرجان، أو الهيئة الملكية العلا كانت مشكورة على هذه الخطوة التي كنا نحتاجها من فترة طويلة.